هذه الشوارع في تعز هادئة وخاوية على عروشها، إلا من بعض الكلاب الضالة وأكوام القمامة المتكدسة فوق بعضها، وهو الحال أيضاً في غالبية شوارع المدينة التي باتت اليوم تعتبر واحدة من أسوأ المدن اليمنية وأقلها نظافة على الإطلاق. هناك تقصير من مشروع النظافة، تقصير كبير جداً، والسبب أول حاجة ما يلزمش ما يوفرش الأدوات التي للمنظف اللي في الشارع أو عشان يطرح فيها الماء، أو للمواطن البرامج التي يطرح فيها القمامة. ثاني حاجة المواطن نفسه مقصر، رصيف منظر حضاري للبلاد، منظر حضاري للشارع، يجي يرقم بالكدافة لداخله، وأكثر من هذا من البدروم والسوق، هذا أكثره القداديف هذه من السوق من داخل، لأنه إذا ضبط المنظف هذا ضبطته أول مرة ثاني مرة ما بيجيش يرقم لهنا، وهذا كنت سايين خلاص حب النظافة يعني ما عندهم مزاج، ثم جاء وتم منعوا الناس، ثم ما جاءش ما منعش الناس. لمدينة أجمل مبادرة شبابية مجتمعية لتنظيف الشوارع العامة والأماكن الأكثر اكتظاظاً بالقمامة، وحث المواطنين على الاهتمام بمنظر المدينة والمساهمة في تحسين صورتها، وتهدف المبادرة لاستمرار تفاعل الناس مع مثل هذه الأعمال وجعل النظافة ثقافة عامة. بالنسبة للوحات الإرشادية أو رفع الوعي هي تعتبر خطوة ثانية. نحن في منظمة وصل السلام ومن خلال مشروع لمدينة أجمل عملنا على معالجة أو المحاولة لمعالجة الأسباب الجذرية لتكدس القمامة في السوق المركزي، ذلك من خلال ترميم الرصيف ورفع القمامة وطلاء الأرصفة وكل هذه التنسيقات مع أيضا مع السلطة المحلية لإخفاء أو إنهاء القمامة من السوق أمام السوق المركزي. المشكلة الحقيقية تكمن ليس في القمامة أو ليس في المكان بقدر ما هي في عجز أو ضعف قيام مكاتب السلطة المحلية بدورها الحقيقي من الرفع المباشر لهذه القمامة، من عملية إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة. أخ حسام، يعني أيضا ما هي الحلول أو التي تم ترتيبها لإنهاء المشكلة بشكل تمام كامل؟ بالطبع بداية المشروع وقبل التدخل في هذا النشاط عملنا على إقامة ورشة تنسيقية مع جميع الجهات المعنية، سواء من مكاتب السلطة المحلية أو المستفيدين من عاقل السوق المركزي والبساطات وغيرهم، وخرجنا مجموعة توصيات وحلول. كان نحن دورنا كان في ثلاثة أدوار، دور مجتمعي اللي هو منظمة المجتمع المدني، وفي دور للمستفيدين أو الناس، وفي دور للسلطات المحلية. بالنسبة لدورنا عملنا على إعادة بناء الرصيف بشكل كامل وترميمه، إعادة رفع القمامة بشكل كامل، وأيضا طلاء الرصيف عشان ما تعودش القمامة مكانها مرة ثانية. كان بالمقابل التزام عاقل السوق المركزي على رفع القمامة وترحيلها بشكل مباشر لبوابير القمامة بحيث تنتهي المشكلة وما يكونش في أساسا قمامة متواجدة بالشارع. وكان يتبقى الدور الأخير والنهائي اللي هو التزام صندوق النظافة والتحسين بشتى إداراته على عملية الترحيل المباشر للقمامة أولا، وثانيا إلزام المخالفين من خلال تفعيل إدارة الضبط والمخالفات في صندوق النظافة والتحسين. لكن للأسف ما فيش التزام حقيقي بهذه الخطوة، وأعتقد هذا هو السبب الذي لم يجعل المبادرة أو المشروع ينجح على أكمل وجه. وصل السلام كان لها أثر إيجابي واسع النطاق في بادئ الأمر، ولقد ترحيبا من المواطنين لاهتمامها بالنظافة، إلا أنها لم تستمر حتى عاد التكدس بشكل كبير ولم تحظى بالاستجابة الكافية من الناس. طبعا هي تعتبر لفتة إيجابية ومبادرة جميلة في ظل هذه الأوضاع، لكن الناس حاليا لا تتفاعل مع هذا الشيء، يعود هذا لأسباب كثيرة، يكون أولها عدم الاستشعار بأهمية هذا الشيء وعدم معرفة الإنسان بالآثار الكارثية لهذا الشيء، إضافة إلى ذلك عدم وجود بدائل أو حلول ممكن أن يتطرق إليها الإنسان إذا مثلا لم يتجه لرمي القمامة في الشارع، وخصوصا تحت اللافتة التي تم وضعها إلى أين سيذهب بالقمامة. لذلك يجب وضع حلول وبدائل يستطيع من خلال الإنسان أن يرمي القمامة في أماكنها المخصصة. هناك أصوات داعية لاستمرار مثل هذه المبادرات الإيجابية والتي يعتبر المجتمع اليمني بحاجة ماسة لها في الوقت الراهن، كما يقول مواطنون. اللوحات الإرشادية التي تتضمن النصائح وتوجيهات لرفع القمامة أدت دور إيجابي في الشارع، إلى أن لم نجد تفاعل من المواطنين
أو من صندوق النظافة. صندوق النظافة لم يدي واجبه تجاه هذا رفع القمامة، والمواطنين لم يبادروا لعدم توفر برامل القمامة. بعد أن فقد الناس ثقتهم بالسلطة المحلية للقيام بواجبها تجاه نظافة شوارع مدينة تعز، تتوالى المبادرات التوعوية للاهتمام بالمظهر العام، محاولة منها لإرساء قيم مجتمعية تحد من تكدس القمامة في الأماكن المزدحمة بشكل كبير. لبرنامج صباحكم أجمل، أسامة عفيف.